تحية للجميع، مرحبا بكل من تابعنا على الوطنية الثانية. صحة شربتكم الناس كل موعد جديد مع الرابطة الثانية ديما مع البطولة المصغرة، بطولة التدارك الميني شامبيوناء اللي تعاملت خصيصا من أجل خلينا نقولوا إنقاذ أو إعطاء فرصة جديدة لبعض الفرق، عددهم ستة، أربعة ينتميوا للرابطة الثانية، زوز من الرابطة الثالثة، الكل مع بعضهم ستة في بطولة مصغرة. أربعة منهم باش يكونوا يبقاو او يصعدوا للرابطه الثانيه، وزوز يبقاو او ينزلوا للرابطه الثالثه. هذا فقط للتذكير للي توا مازال ما فهمش شنو معناتها ميني شامبيونا، بطوله مصغره او بطوله التدارك. سعيد جدا انه في حس اليوم الرابطه الثانيه معي كالعاده كابتن مختار طرابلسي. صحه شريبتك. صحه شريبتك وصحه شريبت كل المشاهدين الوطنيه الثانيه. مرحبا بك انيس مطرباشا. صحه شريبتك ومبروك، مبروك البقاء لجمعيه جربه بعد ما نزلت. صحيح نزلت جمعيه جربه يظهر لي عندها شهر ونص، وتوا فرصة جديدة تعطت لكم واستغليتوها على أحسن ما يكون منذ ثلاثة جولات الأولى، فمبروك ضمن البقاء. صحة شريبتكم وصحة شريبة جميع المشاهدين. صحيح جمعية جربة معناها بعد ما نزلت للرابطة الثالثة معناها جات دورة التدارك هذه، معناها أعطت معناها فرصة للفرق الأربعة اللي نزلوا، ومعناها وجمعية جربة كانت معناها خذت بايها من الأول في ثلاثة ماتشات الأولانيين، معناها ضمنت البقاء معناها وربي أحسن استغلال هذه الفرصة، أعطت شحنة معنوية لأبناء جربة اللي خلتهم يستغلوا الفرصة منذ البداية دون الانتظار. مازالوا زوج جولات ولكن ضمنوا بقاءهم في الرابطة الثانية منذ ثلاثة جولات. هذه جبنياني معنا هذا في البلاتو اليوم. صحة شريبتك. صحة شريبتك. صحة شريبتك اسكندر، وصحة شريبة مختار وانيس، ومرحبا بالمشاهدين نتاعنا. برشا حديث عاد الجولة هذه، ما نقتصروش فقط على بطولة التدارك، صحيح حدث جديد اللي هو ضمان بقاء جمعيه جربه في بطوله الرابطه الثانيه. بعد نعطيكم ترتيب ولا نذكركم توا تسع نقاط لجمعيه جربه، هذا كل قبل زوز جولات من نهايه البطوله المصغره. بعد نلقاو النجم الراتي الفريق الموجود في الرابطه الثالثه ويلعب في بطوله التدارك حاليا في المركز الثاني اربع نقاط، من بعدهم جمعيه ريانا والاولمبي البيجي ثلاث نقاط، ثم سبورتنج الموكني زوز نقاط، حاليا بنقطه وحيده ستير جرزونا في المركز الاخير، حاليا في انتظار قرارات ممكن الاثاره اللي قدمها جمعيه ريانا فيما يتعلق باللاعب ما عندوش حق يكون موجود، حصل على ثلاث انذارات منذ نهايه موسم بطوله الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. الى جانب ذلك نذكروا انه نهار جمعه دار لقاء البراش بين اتحاد بن قردان وقوف القفصه، الناس كل ترجوا في اللقاء، حتى اللي ما تفرجش سمع وفي بالهم انه اصبح التكهن في مباراه كره القدم لا يقتصر من سيفوز، شكون باش يربح؟ لا، ولا تكهن في مباراه الان هل سيكتمل اللقاء او لا؟ هكا ولا يحكيوا الناس، يعني باش نتكلموا نديروا المباراه اللي باش تلعب هذه تكمل والا لا؟ هكا ولا هادي؟ ما عادش باش نتكلموا توا شكون باش يربح شكون باش يخسر. والله ورينا ساعات نقولوا اللي ان شاء الله كل مباراه كره قدم ولا حتى في القاعات توا الماتش يكمل لاباس. اوكي قعدنا ندعيوا نحن للاسف. ان شاء الله يا ربي ديما ندعيوا هكا. هربنا برشا وبعدنا برشا على الكوره ومبادئ الكوره، بعدنا برشا برشا زاد. قعدنا كان في هنا ندعي، قعدنا كان في الدعاء. نمشوا ملخص مطول للقاء اتحاد بن قردان وقوف القفصة، لقاء البراج اللي توقف في اللقاء، مازال فيه نص ساعة كاملة ولكن توقف. نمشيو اللقاء مع طارق السياحي، اسلام بن صالح، احمد خضري، عبد اللطيف معتوق، ونرجعوا للبلاتو. تفضلوا. ان شاء الله مباراة تكون في كنف الروح الرياضية، بما انها يعني في الاخر باش تختار فريق واحد ومش يبقى في الرابطة المحترفة الاولى وفريق سينزل يعني الى الرابطة المحترفة الثانية. فمش تسلل، البحث عن التوزيع من محمد بلك لاندولسي، خطيرة الكرة، فرصة الاول وخطيرة جدا، نفذ الركنية، يطلع بالراس، خطيرة وتتعدى وترسم الدين التبوبي باش ينفذ الكرة الثابتة، يلعب الكرة، يطلع بالراس في مرة أولى، خطيرة وجانبية. أيوب تليل، خطيرة الهجوم، يمرر الكرة، البحث عن التزيد بين العملية والكرة، غريبة جدا. اسكندر بن عافية إلى غيث السمان، خط التمرير، محمد علي ترابلس، خطير الهجوم، فرصة الأول، التسديد، غريب. خلت يحيى ترجع الكرة، أيوب التليلي، باهية، باهية العملية، يدخل مناطق الجزاء، صادق السلمي ما يقول ما فما حد شيء في هاي الإعادة وهاي الفرصة من أيوب التليلي. حلمي باللاغة وهذه المخالفة، مخالفة بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة وملاعبية القوافل اللي طالبوا الحكم صادق السلمي بالورقة الصفراء بالنسبة للاعب.
الاتحاد الرياضي ببيجردين بعد التدخل الاخير. ايوب التليلي يحضر لمحمد ملك الاندلسي باش يصوب، لا يصوب، يصوب الكره جانبيه، يلعب الكره بايدين السلامي، باهي الكنترول بالزرشية بالزغلامي، يدور يلعب مع شمس الدين الصامتي، يدور يصوب شمس الدين الصامتي على مارتين الحارس محمد علي السويدي. نهايه الفتره الاولى اذا في ملعب رادس بالتعادل 0-0 بين اتحاد بن قردين والقوافل الرياضيه بقفصه في شوط اول ما شفناش فيه حاجه كبيره. أعصاب مشدودة جدا والحقيقة تقال هنا في ملعب رادس. هو انطلاق الشوط الثاني ولا يلعب على الجهة اليسرى القوافل تتنفذ الركنية، يطلع بالراس شياب الزغلامي، ماذا يقول حكم؟ ضربة جزاء، ضربة جزاء لصالح الاتحاد الذي ببن قردين، ضربة جزاء لصالح الاتحاد في الدقيقة الثانية دقيقة 47 وضربة جزاء لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين. انتظار الإعادة، لمس يد حسب إشارة السيد السلمي، يسعد الجزيري يتقدم والهدف الأول، والهدف الأول لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين عن طريق يسعد الجزيري. معطى جديد في المباراة، كيف سيتصرف مع المدرب كريم دلهوم بالنسبة للقوافل الرياضية بقفصة؟ وهذه هجمة محمد مالك الأندلسي يوزع من جهة الحارس مروان بريك، رجع للكرة وهدف التعادل، هدف التعادل للقوافل الرياضية بقفصة 25. شمس الدين ذي فلة، شمس الدين ذي فلة مازال ما فرحش برشا الفريق الاتحاد الرياضي ببن قردين بالهدف. وديما النقاش من كريم دلهوم، ما نعرفش شنو الإشارة، تقريبا يطالب الملاعبية بالانسحاب، يطالب ملاعبيته بالانسحاب كريم دلهوم مدرب القوافل الرياضية بقفصة. غريبة، غريبة جدا، غريبة جدا القرار. مدرب القوافل بعد إشارة الرئيس النادي الموجود في المدارج يطالب ملاعبيته بالانسحاب من المباراة. بشر شنو القرار وعلاش، علاش القرار الانسحاب من المباراة من لاعبي القوافل؟ أنا شفت رئيس النادي بعد إشارته للمدرب كريم دلهوم، هو اللاعبين ينسحبوا يغادروا الميدان، لاعبية قوافل قفصة. صعبة جدا المباراة.
الماتش يعني متوقعين كل شيء معناها محضرين ماتشونا بالكديه عارفين السيناريو هذا باش يصير دو بيلانتي بروميير ميتون لي فوت يمكن كان ما خلطناش الكاش ما تصورش ماركيو بعد بونتوم هما بيلانتي فضيحه راه في كرشو الملاعبي برجولي مازل مازل في كره القدم وما عمرها ما تصير كره كيما هكا وسمعها خليها كره سير تيران خويا على شك عطاهم بيلانتي تخيختي اللاعب خويا ومن بعد تخن ما خلاناش نوصل الكاش كل واحده فوت 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 هذيك هي خويا ما عندنا ما نعمل ورينا قفصه خويا شنو تسوى في الكوره خويا يلا غالب نخدموا على رواحنا وان شاء الله العام الجاي عملنا ماتش كبير عملنا 60 دقيقه كبار نستحقوا خير منهم ما كملوش الاربيتر المباراه قصها وحده ما علمش اليوم باش يوقف في الماتش دونك ما نعرفش قانونيا اسكو صحيح ولا دونك هذا الكل نعاودوه برانا لعبت الكل اليوم قوا في القفصه خير من اتحاد بن قردين في المباراه هذه كنا اقرب تظلمنا من الدقيقه الاولى لل 60 اللي لعبناهم معناتها اربيتر انترناسيونال كيما هكا ربي هادي مش جديد معناتها مش جديد اللي صاير عايشينه في كورتنا احنا هذيك ريزيرف تكنيك حكيت ريزيرف تكنيك سي رضا ما حبش يقبلوا علاش هلا غال هو ريزيرف على شكون بالضبط على ايمن شندو معاق بالسينياريين 8 ماتشوات وما خلاش الامن يخش يفوت البريير وينقز يخش للستار استناو في السيناريو هذا استناو في فريق نتاع قفصه باش يكون موتيفي باش يكون باش يلعب الكره باش يحط الكل في الكل باش نورمال احنا عندنا 14 ماتش 14 نهائي في الروتور الكل كل ماتش بريسيون ولاد صغار ناقصين اكسبيريونس فما ملعبي اول مره يدخلوا الرادس اليوم دونك سي مع لي زيترونجي ما لعبوش مع الرداوي غايب ظروف الكل كانت ما تخدمش في مصلحه الاتحاد بقدر صراحه لكن ظهروا الاولاد انهم رجال وانا في المستوى حضرنا سيناريو الاولاني الشوط الاولاني ما مشاتش الامور حضرنا دوزيام سيناريو في الشوط الثاني على المستوى البدني كنا حاضرين وكنا باش نقتلوا الماتش فاسيل ما كنا الماتش مش نكملوه وقت اللي سيطرنا نحن على الماتش في دوزيام ميتون خير قفصه ينسحب من الماتش نحترم الراي نتاعو بالنسبه لي انا الحمد لله على الديفي اللي عملناه كستاف الكل واداره وجمهور والناس الكل الديفي عملناه وصلنا حققناه كنا بنقطه اليوم شوف الله مصلي على النبي معناها الفريق نتاعنا شوف وين ولا بلعب الكوره بكل شيء الحمد لله على كل حال الحمد لله خدمنا وعملنا اللي علينا والكوتش كان معانا في الضغوطات كل عام كامل النهار خدمنا من غير ستريس ما الحمد لله في الاخر بالكل خرجنا بنتيجه ايجابيه وبنكوراج القفصه وفقنا ربي اليوم في مقابله البراج سهلوا علينا للاسف المهمه كنا حابين انه نربحوا كرويا لكن الكره ترى فيها شيء فني وشيء اداري انتصرنا اداريا اخر كلمه سمعناها انتصرنا اداريا هذا على لسان اتحاد بن قردين في انتظار بطبيعه الحال قرارات الجامعه لليوم كانت اجتمعت كانت استدعت زوز رؤساء الانديه مع بطبيعه الحال المحامين نتاعهم او رجال القانون نتاعهم هذا تو بعد شويه الهادي جبنياني يحكي لنا عليه بالضبط ولكن من التصريحات اللي شفناهم ولا تصريح سمعناه يحكي على كوتي تكتيك على خطط تكتيكيه على 4-4-2 على قبلنا اللعب وبعد رجعنا شويه بركة سمير السليمي اللي قال توقعنا نوقعوا في القفصه باش نلقاوه يعني كيب موتيفي وحاضره ما عدا ذلك ما سمعنا كان تصريحات منتظر انه باش نلقاو كذا هاو الحكم منحاز هاو واضح كذا وهكذا دوليك والله حتى حاير باش نقول لك نحكيو مختار على امور تكتيك ولا نحكيو على شنو هي مباراه اجمالا والله هي بالنسبه للمباراه يعني كانت ممتازه وشفنا روح رياضيه 60 دقيقه 63 دقيقة تقريبا كانت يعني فيها سجال ما بين لاعبي قفصة وبن قردين حتى شفنا صحيح كل واحد كما نقولوا يدافع على ضربه لكن ما شفناش يعني ما بين الملاعبية تشنجات كبيرة شفنا الناس قاعدة تلعب في الكورة من أعز المباريات اللي عداها قفصة الموسم هذا سمح لي بعد إذنك كابتن مختار باش نرجع لك تعال لديتاي بالضبط فقط ال 63 دقيقة فيها اللعب جميل جدا هذا شفناه وشفنا فرص سانحة للتسجيل ولكن هل حقيقة وانه في خضم لقطات هذوما فما ممكن لقطات ما يحسهم كان اللاعب فوق الميدان. صحيح. نوع من الظلم يعني. والله هو شوف هما تو المباراه تو مباراه ماهيش سهله يعني الرهان نتاعها يعني البقاء يعني بن قردين للرابطه الاولى او خواف القفصه اللي فهمتي نعرفوه يعني في كلاسي تروازيم وكان ينجم يكون يعني مع تطاوين وحمام لنف يعني كان ينجم يمشي ونعرفوا الاوبجيكتيف نتاع فريق قفصه انه حب يطلع الرابطه الاولى. زاد فريق بن قردين كان ضغط كبير عليه. تقريبا يعني 13 مباراه يعني في مرحله الاياب كلها مباراه كاس يعني كان الضغط عليه كبير ونعرفوا محدوديه الرصيد البشري كيف قفصه زاد كل شيء عاود رجع ونعرفوا المباراه الاخرانيه مع الشابه اللي كان مع بعض وانتصر هدف لصفر وخولته باش يكون يعني فنيا
شفنا يعني زوز فرق يعني وكانوا حاضرين باش يلعبوا مباراه نقولها نهائي ولا مباراه براج، لكن امكن اللي صار هذاك ما نحبش نحكي عليه خاطر بكل صراحه ما يليقش بالكره التونسيه مباراه تلفزيونيه كيفنا كيكا. يعني اللي صار شفناه من الصور اللي صار ما يليقش بكل صراحه، على خاطر شفنا مباراه بالنسبه لي انا فنيا نحكي اسكندر انه مباراه يعني رغم الرهان انا شفنا كوره سواء من الفريق هذا ومن الفريق هذا، ممكن كانت الاسبقيه الفريق قفص كان يعني الانتشار نتاعو في الميدان خير، شفنا يعني كريم دلهوم ايوب التيلي اللي كان مصاب ما حطوش شرير دروا حط نادير عبد النبي وخليه يلعب من السونتر الفوق، شفنا يعني الانتشار نتاع الميدان خاصه نادير عبد النبي واسكندر بن عافي وسر عرفاوي يعرفوا كيفاش يحدوا من خطوره الجزيري ويحيوا الزغلان يخلوهم براتيكمون يلعبوا دودو، شفنا قفصه تهاجم زاد كيف كيف زاد مكردين جاتها فرص ضيعتها، زوز فرص نجموا نذكرهم في الشوط الاولاني ايمن الزين وكيف كيف خالد يحيى كانت يعني الشوط الاول كان يكون 1-1، الشوط الثاني يعني يسجل بن قردين مازال في خضم الفرحه هذيك يعاود مالك الاندلسي يعني على الرواق يعرف كيفاش يعني يقرص الكره بالمدافع ونشوفوا يعني الهدف اللي نحكيو عليه يعني تشوف دي كونسنتراسيون توتال من بن قردين نلقوا زوز يعني جوارات على الكره، شفنا ايمن الزين وشمس الدين ضيف الله اللي سجل هدف وكانت للامانه المباراه يعني فنيا كانت ممتازه وشفنا روح رياضيه عاليه يعني من زوز يعني فرق يعني من اللاعبين نحكي اللاعبين كانوا ديسبليني فوق الميدان. طيب جدا هاو لاعب بعدين خلينا نشوفوا تفرجت المباراه في الانيس صحيح تفرجت المباراه وكانت مباراه كما كان يحكي سي مختار معناها مباراه ممتازه بين قوف القفصه واتحاد بن قردين، شفنا معناها سي كريم دلهوم معناها تحسه حذر بالكدا الاتحاد بن قردين معناها قرا الادفرسير مليح معناها هبت قواف القفصه معناها هبطوا موتيفي منتشرين مليح في فوق الملعب معناها ولعبوا معناها كما يقول لك فرصتهم باش يطلعوا معناها للرابطه الاولى معناها 90 دقيقه حبوا يفصلوها معناها كوره وين شافوا رواحهم ممكن هما شافوا رواحهم تظلموا من التحكيم هذيك معناها حاجه انا مساله ثانيه حاجه معناها نحن ما نجموش نحكيوا عليها، مي ورى قواف القفصه اللي عنده معناها امكانيات كبيره كيف كيف معناها اتحاد بن قردين ممكن زاد الاجانب اثروا اللي غابوا على المقابله معناها اثروا على التركيبه واثروا على اللعب نتاع اتحاد بن قردين هذاك علاش معناها خلاهم معناها العباد يشوفوا قفصه كانت خيره من اتحاد بن قردين. واضح نجموا نحكيوا عليها علاش ما نجموش نحكيوا اذا كان انت مثلا كلاعب شفتوا انه فما مثلا تحكيميه واخطاء تحكيميه ديما نسبقوا حسنيه هذه قلناها من اول من بدايه الموسم الى حدود اخر الموسم ديما نسبقوا حسنيه بالنسبه لاخطاء تحكيميه ولكن تشكيات القوافل الرياضيه بقفصه حسب التصريحات اللي سمعناهم انه تعرضوا الى مظالم تحكيميه نتصور هكا هذه ولا صحيح هذوما حسب ليزيكو اللي جايين حسب التليفونات لكن انا منين باش نبدا بتداعيات المباراه العنف هذا يسترسنا به ولا عايش معانا يمشي ويجي معانا كما يحب واش الصور يظلي افضل تعليق مانيش نزيد شيء على الصور اللي رناها في الـ في الـ في الميدان خلينا نحكي على التداعيات يعني مدينه قفصه شهدت احتجاجات بن قردين نحبوا الخير القفصه وبن قردين والكره راهي تقرب عمرها ما تبعد دو ان الجمهور يعني من حقه يحتج احتجاج سلمي بالطبيعه ما نحكيوش على فما شكون عباد تستغل الظرف هذايا باش تعمل العنف والشغب لا اذا تحتاج حقك احتجاج سلمي فما عباد تفهموهم الجمهور اسكندر علاش عندهم كان الكره بركه نفس جمهور قفصه عام كامل سنه في الماتش هذايا باهي جاه البراج اهبط يحتاج ناس قلوبها معبيه دو ان ثاني حاجه علاش الكره نتاعنا وليت تجيب في المشاكل علاش كل مباراة كرة قدم نبداو دينا على قلوبنا وصلت للدرجة هذه تكمل ما تكملش ولو ساعات نستغرب كيوف الماتش ما غير عنف دونك السؤال هذايا إلى هوني وين نقول الهيكل الأول على الكرة الجامعة هوني لازمها تزيد توضح وتحكي وتهبط للشارع الرياضي تحكي لتونس عامة وتوضح عديد النقاط باش الناس الكل نستحفظوا على الكرة نتاعنا هذه حاجة ثانية الحاجة الثالثة فما أسرة برشا بصراحة أنا ما لقيتهمش إجابة في المباراة هذية برشا تليفونات واتصلت في الشأن العباد الكل ملمة بالكرة فما برشا يعني مؤاخذة منهم بتبيعة ما فريق في القفصة على زفارة الحكم السيدة قسان في الماتش نتاع الماتش نتاع نهار الجمعة باش تتقيد له السيدة قسان التاريخ عمره ما يفسخ صدق السلمي باش تقيدوا اللي هو زفر المباراة وقام بمردود وقام بأخطاء وكان ينجم يزفر بطريقة ما أفضل في المباراة هذه هو اللي نحكي على طاقم التحكيم اللي هو مسؤوليته كبيرة في المباراة هذه السؤال الثالث نجي لقرار بلوتو النقطة الثالثة ساعة قبل نجي لطريقة على نهاية أنا مانيش مختص في القانون
احنا ديما الرياضه نحكيو من جانب الاجتهاد ومن جانب الانسان. كفريق قوي في القفصه ما نحكيش على تطبيق القانون، ما نعرفوش، ربما يكون محق صدق السالمي وانا غلط، نحترم انا ذا راي شخصي. كرجع فريق قوي في القفصه وقت تم الاعلان عن نهايه المباراه، يعني احنا بربي الملاعبيه باش يخرجوا من ارضيه الميدان لحجرات الملابس تتنجم تجي خمسه دقائق، تجي اكثر من خمسه دقائق، فهمت كيفاش؟ دونك هما رجعوا، دونك هذايا نطرحوا انا السؤال طريقة الإعلان عن نهاية الاجتهاد، يعني معناتها الاجتهاد نتاعو ما كانش صعب، هما رجعوا للملاعبين. ينجم يكون وقتها صادق السلمي طبق القانون بحذافيره وكان ينجم يجتهد أنه استنى 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 وخلى شوية وقت اللي شافه. هذه هي. يعني فما بيودر انفراج نتاع العودة للمباراة، تقول أنت ما استغلهاش صادق السلمي وأنه يعلن عن مواصلة المباراة. يعطيك السهم. حاجة أخرى مهمة جدا أنا راها. أنا مانيش موافق برشا فريق قوي في القفصة في الانسحاب. هذا رأي، نحترم رأيهم. لكن انا مانيش موافق عليه، شفنا الفريق مسك بزمام الامور وشفنا الماتش مازال يلعبوا برشا وقت في المباراه، لكن يعني القرار هل اتخذ يعني بتريث مش بتسرع؟ يعني تم التشاور مع شكون باش ينسحب فريق قوي في القفصه؟ سامحني هادي انا هما يعني رجعوا قوي في القفصه، رجعوا ولو انه المباراه ما توصلتش رجعوا، وكانه المساج اللي حبوا يوصلوه او طريقه الضغط على الحكم رانا فايقين بيك ورانا المرة الثانية باش نسحبوا فعليا، وكأنه هذا القراءة. يعني وقت اللي ينسحبوا كريم دلهوم شفنا عايت للجوارات ومن بعديك رجعوا، ومن بعد سمعنا طريقة تصريح كريم دلهوم شنو قال، قال مانيش عارف علاش ظفر وكيفاش معناتها أعلن عن نهاية المباراة. هذوما كل مؤشرات تدل وأنه قاف القفصة حب فقط يهدد أو صحيح. يجلب الانتباه أو ربما يوجه انذار، يعني ماهوش راضي على طاقم التحكيم، وهذا رأي ونحترم رأي فريق قوي في القفصة، لكن كيني نجم يتعامل مع خير. باش نكمل بنقطة أخيرة ونحكي كالعادة على المان كورونت اللي نعانيو منها وحكاية المندسين. الناس الكل شفناهم. المرة هذه ثم حاجة جديدة عنا بالصور، شفنا السياسيين على أرضية الميدان. هون يقول الخط الأحمر بين الرياضة وبين السياسة، يعني فما سياسيين نتسألوا على الصفة نتاعهم بتواجدهم كمتفرج كمشجع. مرحبا بيك، لكن هبطت الى ارضيه الميدان وتعمل بتصريح تلفزي وتقول كلام معين وتحكي مع الحكام، هوني نقطه استفهام كبيره. زعما مش حاب يبرد ولا على ربما لكن احنا نتسائلوا صورش كيفاش يعطوا يعكروا الاجواء على كل هما. يعني تقول انت المانكورونت هذيك مكان محرم فقط كان اللي موجودين على اللائحه نتاع الحكم، هذا معروف، هذا فقط اللائحه نتاع الحكم، يعني زايد على القائمه الموجوده عند الحكم، حتى واحد ما عنده حق يدخل التيران حتى ولو كان فما احتجاجات. صحيح، فما حاجه اخرى اسكندر ننهيو بهذه وخلينا نمشيو. يعني سمعنا اسكندر بن عافيه قال من اول الجمعه وين وصل لي كلام، فريق اتحاد بن قردين قال له فريق كره قدم يقدم في كره، ربما انتاج ما مشيتش معاه، فما ظروف، فما اشكاليات، لكن الكلام يعني علاش الكلام وصل لي فريق اتحاد بن قردين ولا اللي يلعب ضد بن قردين يقول راه باش يصير لي حاجه قبل؟ الفريق قاعد يكور، قاعد بظروف كما اي فريق، مره يطلع الفوق مره يهبط، دونك هوني احنا نكونوا في موضع الوسط ونكونوا حيديين مع الناس الكل. هذا يبقى كلام، هو هذه المحاله كل فريق يقول لك باش نمشي نواجه بن قردين دونك لهنا باش يلقى صعوبات ويلقى معناتها ممكن ضغط من الجماهير، هذا يبقى كلام فقط كلام، ولكن في واقع الميدان ممكن حتى وانه راي خاص معناتها فقط ممكن تسرع قوه في القفصه في اخذ قرار الانسحاب، ممكن تطول تجاوز الوقت القانوني اللي هو خمس دقائق، رغم انه كما كنت تحدث الفيستير حتى الوسط التيران بعيد، يعني شيء خمس دقائق باش يوصل الفيستير ويرجع، ما فماش احتجاج حتى باش نقول لهم كلمتين، ممكن تسرع صادق السالمي. احداثي الكل نتجت عليه شنو؟ ما مرتش مرور الكرام، ما وفاتش المباراه وبقى اتحاد بن قردين وبقى ايضا قوف القفصه كل واحد في الرده الثانيه، مبدئيا هذا هو الموجود، ولكن المكتب الجامعي استدعى زوز اطراف واستدعى ايضا مع تجاوب مع رجال القانون نتاعهم مع المحامين نتاعهم. شنو قالوا بالضبط؟ هات نسمعوا تصريحات، وانت هادي كنت موجود مع اسلام بن صالح، شنو قالوا اليوم في مقر الجامعه، تقريبا مقر الجامعه التونسيه لكره القدم، اسلام بن صالح، حاتم بن حسين، ولطفي المهاجر، تفضلوا. بعد أحداث مباراة البراج بين اتحاد بن قردين وقوي في القفصة وين تم إيقاف المباراة قبل وقتها القانوني، تم اليوم استدعاء أطراف زوج فرق للنظر في الأحداث هذه. جاتنا الجامعة التونسية دعوة لحضور التحقيق، تقريبا ما عندناش حاجة كبيرة باش نضيفوها، إذا طلبونا ربما بالمسألة العقوبة نتاع أيمن دونك عنده زوز مقابلات واستوفاهم في مع مستقبل جابس النجم الرياضي الساحلي. الاحداث الاخرى هذول مدون على ورقه التحكيم وعلى الرابور سويت، دونك عندنا فقط الملف نتاع الشك، وان شاء الله من هنا الغدوه ان شاء الله عند وكيل الجمهوريه نتاع الاعتداء بالعنف الشديد. الجلسه هذه هي بالاساس جلسه استماع وتحرير،
فما جلسه فما لجنه اخرى باش تنبثق من بعد باش المحامين نتاعنا باش يرافعوا على الفريق. اليوم تسلموا الوثائق اللازمه الكل باش يدافعوا على حق فريق قوي في قفصه، وان شاء الله الجامعه تنصفنا في القضيه هذه. القرار باش يتاخذوا المكتب الجامعي، لكن على اقل اقل حاجه تنتظرها اليوم القوافل الرياضيه بقفصه وجمهور القوافل الرياضيه بقفصه انه المباراه تعاد، وستعاد المباراه على اقل يعني اقل حاجه نقول لك انه ستعاد المباراه هذه. ممكن في الحلم بوتيتر في كونتكست اخر مقابله وديه، ما في المقابله الرسميه تاع براج ما عادش حتى موجب لاعادتها. هذوما زوز محامي والكلام متناقض، كل واحد يدافع على الخط التحريري نقولوا على المناوب نتاعو بطبيعه الحال، واحد يقول باش تتعاود وواثق من نفسه، والاخر يقول لا ماهيش باش تتعاود وما فما حتى شيء صار، وهذا هو ننهي معك هذه قبل ما نمشي للمباراه اللي بعد. في كلمه اصبحت توا مباراه قانونيه، هربنا على المستطيل الاخضر، توا الكره عند المختصين في القانون. اليوم كنت حاضر انا في مو في جلسه الاستماع لكن في الكواليس اكيد، وتابعنا من البدايه حتى النهايه. الحق بصراحه كل ما تحكي مع ممثل قانوني عن فريق يعني بكلامه يقنعك، عنده مؤيدات وعنده البراهين عنده الدلائل. بالنسبه لموعد اتخاذ القرار والاعلان عن القرار، فانه انا نتصور الحكايه باش تبطى شويه، على خاطر اليوم كانت جلسه استماع وتحرير. ما فماش مؤشرات انت وقتاش؟ لا مازال مازالت الحكايه يعني تنجم حتى توصل للوزان وسويسرا والتاس، دونك بعيده ربما بعد المونديال قبل المونديال. الحقيقه الانترفال نتاع اخذ القرار يعني محلول كما نقولوا احنا، ما فماش يعني المهم قبل الموسم الرياضي القادم على الاقل باش نعرفوا شنو هي الامور معناتها النهائيه باش تحسم فيها الامور ولا هذا يعني خلاصه. يعني اليوم كل فريق كان يعني كل فريق كما نقولوا احنا كان رزين بدوسياته، تم الاستماع عليه يعني في انتظار جديد اكيد باش نتابعوا الحكايه. واضح باهي برشا باهي برشا، معناتها هو مش باهي بكل محاله يعني، ديما نقولوا مع الاسف وان شاء الله بقينا كان ندعيو معناتها في البلاتوات نتاع ندعيو اي ما فيها باس، ندعيو ونتمناو نعاودوا نذكروه ان شاء الله ما عادش نشاهدوا هالمشاهد، ان شاء الله ما عادش نراو عنف، ان شاء الله نستمتعوا بالمباراه، ان شاء الله مباراة توفى في وقتها. هذه كل قاعده كان اماني ودعوات فقط، وان شاء الله مستجابه الدعوات هذه. تتحقق ام لا؟ ان شاء الله تتحقق، ما هلا قلت لك قاعدنا كان ندعيو نحن في نستناو في الفرج. دونك انيس لقاء المحرس كان جدوني هو اللقاء الحاسم بالنسبه لكم، رغم انه هدف مقابل صفر هدف وحيد، ولكن كل الظروف كانت يعني متاحه او خلينا نقول مريحه انكم تحسموا الامور منذ ثلاثه جولات. صحيح، معناها المقابله الثالثه كان علينا معناها باش ننتصروا مش باش معناها نكملوا باش نكملوا البطوله معناها باريحيه، وناخذوا كما قلت لك من الاول ناخذوا باينه من الاول، خاطر باش ما ندخلوش في الحسابات مع الجمعيات الاخرين، باش ما معناها كما هاك شفت كما جمعيات معناها عندهم اسامي كبيره كما معناها وعندهم تقاليد في الرابطه الاولى ولا في الرابطه الثانيه، معناها ما خذاوش بايهم تو باش يدخلوا في الحسابات، معناها باش يزيد عليهم ستريس الضغط. نحن معناها كجمعيه جربه معناها خذينا باينه في ثلاثه ماتشات الاولانيين، وعرفنا اللي معناها مقابله المكنين هي اللي باش تكون لنا معناها حاسمه بالنسبه لنا، معناها يلزمنا ننهيوها معناها بانتصار باش معناها نخليو معناها الجمعيه الرياضيه في جربه في الرابطه الثانيه. صحيح، فزتوا على المكنين، وايضا ممكن هزيمه سير جرزونه هي اللي خلتكم تتاكدوا من البقاء، يعني هذا هو ايضا نتائج المباريات الاخرى هي اللي زاد اكدت بقاكم في الرابطه الثانيه. نمشيو المباريات وبعد نرجعوا نزيدوا نحكيوا عليها اكثر تفاصيل مع مختار وهادي بطبيعه الحال، وايضا انيس مطار باشا. سبورتينغ مكنين اللي كان هزمها من جمعيه جربه في المحرس هدف مقابل صفر، مهدي قاسم، خليل بن صالح، نور الدين خلف الله، وماليكا الحر. تفضلوا. ملعب المحرز احتضن عشية أمس لقاء سبورتينغ المكنين وجمعية جربة، ثالث لقاء على التوالي لأبناء المدرب فتحي الحاج إسماعيل بعاصمة الجنوب الصفاقس، وإصرار كبير من زملاء حسين بن يحيى على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي للضمان النهائي للبقاء في الرابطة الثانية. المرحلة كلها فيها برشا فلوس، معناها تكاليف كبيرة، مصاريف كبيرة، الحمد لله فما بعض الأحباء اللي عاونت، فما بعض المدعمين اللي وقفوا معنا، العباد كل معناها وقفت مع الجمعية الرياضية بجربة، هي عملنا هي الدعم وقفت وخدمته كل واحد باللي يقدر عليه. بالمقابل بداية متعثر لأبناء المكنين بعد تعادلين متتاليين، وعلى هذا لا خيار إلا انتصار في لقاء الأمس للإبقاء على الأمل للبقاء في الرابطة الثانية. اليوم باش ندافعوا على حظوظنا، باش نفرحوا بلاد كاملة ورانا، وإن شاء الله يا ربي نربحوا اليوم ثلاثة نقاط.
زملاء محرز حسني فرضوا سيطرتهم منذ اللحظات الأولى. ركنية علي سار البدوي وكرة السويلمي كده تأتي بالجديد لأبناء الجمعية. الجويني يمهد بالرأس وكرة بن يحيى يتألق في التصدي لها الحارس عبد الحق البدوي. عصام جابر حوار مباشر مع الحارس محرز حسني والحكم نعيم حسني يشير المخالفة. قرار احتج عليه أبناء المكنين والإعادة أمامكم بصور بطيئة. مسلسل للاحتجاج من أبناء المدرب سامي المصلي يتواصل، وحاتم الحاج مسعود يبحث عن الثغرة في دفاع أبناء الجمعية وعلى أثر العملية طالب ضرب الجزاء. نعيم حسني يأمر بمواصلة اللعب. عصام جابل يواصل حركيته، يمر بذكاء الحاج حمودي وكورته فوق المرمى. اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أعادت الانتعاش للخط الأمامي لجمعية جربة، والبريسينج أعطى فاعليته في هالعملية. جويني يوزع وكرة بو عبد الله فوق المرمى بقليل. نلعب في الوقت البديل. بو عبد الله أعمل اللي حب عليه وجه لوجه مع الحارس البدوي اللي يتألق ويحرم أبناء الجمعية من أخذ الأسبقية، وتعادل بدون أهداف في نهاية الشوط الأول. في الشوط الثاني ارتفع نسق اللعب، الفرجة أصبحت مضمونة من الجانبين. رغم ناصف يمر المروين شبة اللي صوب وكرته جانبية بقليل. أرد سريع من أبناء الحاج إسماعيل، برشاش يوزع في اتجاه جويني اللي صوب والبدوي في المتابعة. كوتشين قام به الحاج إسماعيل بالرمضان ياخذ مكان جويني. أداء الجمعية تحسن، كرة توصل البن يحيى داخل منطقة الجزاء يبحث على المباختة وكرته على القائم. متابعة مسويلمي وفرصة افتتاح نتيجة تضيع بكيفية غريبة. أبناء المكنين كان إصرارهم أمس كبير على الخروج من تيش اللقاء. العكرمي عمل اللي حب عليه، طالب إثر العملية بضرب الجزاء. نعيم حسني يأمر بمواصلة اللعب. الاحتجاج يتواصل في محطة ثالثة في المقابلة. حملت هذه المرة احتجاجات أبناء المكنين على صفيرة الحكم نعيم حسني. احتجاج أقصى على إثره الحكم نعيم حسني اللاعب رغب ناصف. منعرج اللقاء 6 دقائق قبل النهاية، برشاش يمر بذكاء البرمضان اللي يدخل منطقة الجزاء. بالرمضان يمهد للمناعي اللي ينجح في تسجيل الهدف الوحيد للقاء ومغالطة الحارس البدوي. 1-0، فرحة كبيرة لأبناء الجمعية بهدف وزنه من ذهب لأبناء جربة في تحقيق 3 انتصار على التوالي، والبقاء رسميا في الرابطة المحترفة الثانية. مقابل هزيمة تزيد في تأزم وضعية أبناء المكنين في قاعة الترتيب. والله من الظروف اللي جمعية جربة تلعب على التدارك، خاصة كنشوفوا في الموسم كامل مشاكل مادية، 3 شهور 4 شهور اللاعبين مش خالصين. ظهر لي عندنا زيد بشري محترم يظهر لي في دورة التدارك، كنا الفريق يمكن انتصرنا في 3 لقاءات، يمكن الظروف خدمتنا، يمكن احنا الفريق اللي كان محضر اقل، مش لعب حتى مباراة ودية، تعتبر الدورة هذه مباراة ودية. نقول برافو للاعبين، برافو للجنة الإنقاذ اللي جت وعطت للاعبين الفلوس نتاعهم. اللي نعملوا فيها البطولة هذه إذا كان احنا نتاع الرابطة الثالثة ساعة ما عندناش فيها حظ، الوين نعملوا فيها؟ خلي يطلعوا هما واحنا زايد الوين نصرفوا وملاين ماشي، والجمعية ومسؤولين مساكنين، وهاكم شفتوا الجمهور اللي قاعد يديبلاسي مع الجمعية. عيب هاني ما نقول حد شيء، نقول ان شاء الله التلفزة تنصف الناس كل كاية، وان شاء الله توريه كيفاش بينالتي ولات فيها ورقة حمراء بعدها. هي عيب راهو ما يجيش هكاك، وحرام ما نعرفش ثبتوا في البونت، ما نحبش نحكي في حوايج كيما هذه، ما راهو عيب وما يجيش، ورمضان وحرام عليهم. هذا كالفيتير قدامكم، ان شاء الله التلفزة تنصفنا سي سامي المصلي. معناتها اش باش تنصف التلفزة؟ معناتها هذا هو، فما جامعة هي اللي تنصف، فما تحكيم، فما مش التلفزة. التلفزة تشاهدوا الفيتير انتوما، معناتها حتى التسجيل تلقوه على اليوتيوب، نجموا على مهل مهلكم تعاودوا صور بكل دقة. لهنا عندنا راي بطبيعة الحال فيما يتعلق بالمباراة، لأنه اللقاء ما كانش متلفز صحيح، ولكن فما كاميرا نتاع الرابطة الثانية كانت موجودة، وفما أحكام ظاهرة للعيان. وديما نقول نسبق حسن النية بالنسبة للأخطاء التحكيمية. كابتن مختار في نهاية المطاف جمعية جربة أخذ بيته على بكري، ضمن البقاء مع استغلاله لنتائج مباريات أخرى. صحيح، والله نحب نبدأ من الوفيت. أنت يمكن الإشكالياتك اللي شفناها متاع التحكيم ممكن أثرت على مردود يعني لاعبين المكنين، اللي هو تو سبق له باش تعادل يعني زود مباريات مع الأولمبي البيجي في الدقائق الأخرى، وكان موقوس مباراة ريانا وتعادل زين معاه. فريق مكنين للامانه فريق ممتاز، لربما الاحتجاجات
وهذا من حقه اذا فهمتي حاجات يعني واضحه للعيان يعني باش يدخلها. ربما هذه وقت اللي تمثل الملاعبيه نتاع المكنين يولي الملاعبيه على اعصابه ويولي يعني راتيو يعني اهداف يعني تبدو سهله. بالنسبه لفريق جربه انتصار ثالث على التوالي موش بسهل وقت اللي تعمل زوز انتصارات تلقى الملاعبيه فما ايفوري دو ريزولتا وذا اللي فما كونسونتراسيون موتيفاسيون. كان فهمتي ال 84 دقيقه المناعي يسجل هدف للامانه يعني مباراه نشوفها ممكن كانت اقرب للتعادل لولا فهمتني فما ضربه جزاء شفناها يعني الفريق مكنين اللي احتج عليها. لكن هذه الاخطاء التحكيميه راهي تدخل يعني في المباريات وفريق مكنين للامانه مازال يعني مصيره بيديه. الاحتجاجات مقبوله لكن ما يزماش توصل للملاعب خاطر الملاعب وقت يتمس ويحس روحه مظلوم يولي دي كونسونتري في التيران. للامانه مكنين انا عجبني فريق ممتاز زوز نقاط مازال يعني عنده زوز مباريات اخرى مازال مصيره بيديه. توتي حكيت على الاخطاء التحكيميه وديما سبقوا حسنيه ولكن باش نسوقوا معلومه معناتها بكل اعتراض وسمعت انت هذه وانه عن طريق الصفحه الرسميه على الفيسبوك لسبورتينغ مكنين وايضا على لسان سيد احمد الغربي رئيس سبورتينغ المكنين اللي يعلن رسميا نحن خلينا نحيوا رسميا يعلن انسحاب فريق سبورتينغ من مكنين من مواصله البطوله المصغره. يعني قالوا انه مش باش يلعبوا زوز جولات الاخيره. هذا علاش بعد ما استفسرنا يعني تاكيدا لكلامك مختار انه قالوا انه الاخطاء التحكيميه كانت كبيره بالنسبه للضد اللي ما خدمتش سبورتينغ مكنين وخدمت كل الاطراف اللي لعبت او واجهت سبورتينغ مكنين لا فقط في هذا اللقاء بل في ثلاثه لقاءات. هذا اللي جاء على لسان سيد احمد غربي قال وانه فما تاثير كبير على نتائج المباريات من خلال أخطاء تحكيمية صنفها هو في شخصه أنها فادحة. هذا بالنسبة للانسحاب وإن شاء الله نقوله إن شاء الله يتراجع في قراره باعتبار أنه مازال معني بالصعود الرابطة الثانية. من حق أنا كما قلت لك من حق الهيئة باش تحتج لكن ما يلزمش توصل للملاعبية في التيران بعد خاطر الملاعب يحس روحه مظلوم في التيران يولي دي كونسنتراسيون توتال. وتعرف هذه أنه تو المكنين يعني طالع وفما الكلام اللي صاير أنها تعملت على لا بالعكس أنا نشوف هاي رادس يعني تبارك الله يعني شفناها وتكلاسيه تو ورابحه مباراه سير زرزونه ونجم يكون مراهن جدي باش يطلع. انا نشوف ابو الاخطاء التحكيميه داخله في كره القدم صحيح فما اخطاء مؤثره على النتيجه وفما اخطاء تبدو عاديه. انا للامانه شفت يعني زوز مباريات الاخرانيين يعني تو نتاع باجا وقت اللي عدل في الاخر يعني المكنين يظل الحكم ما رفضش الهدف نتاع المكنين وشفناه حتى ب 10 لاعبين يعني في مباراه سابقه مع ريانا وكان يعني فهمت التعادل. انا نحب نقول يعني لهنا للاعبين المكنين مازال عندكم شانس مازال تبارك الله يعني ملاعبيه عندهم جروب ممتاز يكملوا يواصلوا. انا زوز مباريات 6 نقاط عندهم زوز نقاط ونعرفوا بسبع نقاط ينجم واحد يضمن يعني ينجم يكون في الرابطه الثانيه ينجم يطلع سبورتينغ مكنين يسعد للرابطه الثانيه. يعني اسمه ترباشا دونك البارح كنت في المباراه هدف مقابل صفر وتحس انه بون ما تنجمش تحس انت باعتبارك انه الفريق الفائز وفريق يعني اللي ضمنت البقاء في الرابطه المحترفه الثانيه نقصد تحس انه فما اخطاء تحكيميه ولا الاجابه هي لا طبعا يعني. ما شفتش انا معناها اخطاء اثرت على المقابله ممكن هم احتاجوا على ضربه جزاء في الشوط الثاني. انا دي وقتها نسخن ورا معناها ورا الكاج في وجهه ضربه المدافع نتاعنا معناها ضربه في وجهه ما نعرفش معناها نحن زاد ضيعنا برشا فرص معناها واضحه فما زوز كور ولا ثلاثه كور واحده حسين بناحي واحده محمود بو عبد الله معناها مع الحارس خارجين راس راس معناها ضيعوها. كنا نقطه المقابله معناها من الشوط الاول ولا اول الشوط الثاني ما يمنعش لي سبورتينغ المكنين معناها فريق منظم فريق باهي معناها يدافع على معناها على حقه في الرابطه الثانيه معناها لاخر جوله ورا معناها في ثلاثه ماتشات تاع البطوله المصغره هذه اللي هو معناها فريق عنده ما يقول. يعني انت مع انه يتراجع في قرار الانسحاب وياخذ فرصته لاخر لحظه بطبيعه الحال توا خاطر ولات معناها حاجه نشوفوا فيها في الجمعيات الكل معناها اي واحد معناها يحس بروحه مظلوم معناها برشا تهديدات برشا معناها باش ننسحب برشا كلام منا ومنا ما يخدمش معناها الكره في تونس معناها حتى فرق في الرابطه الاولى ما نحكيش حتى على الرابطه الثانيه معناها هذا معناها باش يتاثر معناها وياثر على الشارع الرياضي معناها حتى الجماهير باش يجي يتفرج يولي على اعصابه معناها يحس ديما فريقه مظلوم يحس معناها نحن هنا معناها من المنبر هذا واحد يقول معناها العباد يلزمها ترضى كلامك منطقي ترضى شويه معناها تريض ويتعدى ميساج بالباهي باش معناها العباد يعرفوها 90 دقيقة كورة معناها فيها رابح وفيها خاسر وينحيوا معناها صحيح أنيسة مش نحكيو على اللي صار في الماتش هذا ولكن صحيح كلامك منطقي جدا لما تتحدث عن أنه الناس ولات قبل ما تدخل المباراة ماشي في مخاخة أنه أنا مظلوم وأنا راني معناتها محضرين نتيجة المباراة وراه
يعني هذا ممكن يزيد يعكر الاجواء ويخلي الانسان ما عادش يقبل حتى النتيجه. ذولي معنا في الحديث هذا. موافقكم 100%. احنا توش ولت تقاوم البنك ما فيها ناحيه بونت ولا تسلل ولا ضربه جزاء. شو لازمنا نتفهموا فريق سبورتينغ المكنين فيش نتفهموه وانه جاته فرصه تاريخيه باش يصعد للرابطه الثانيه. الرابطه الثانيه صعودها لازمها مصروف وتعب وتنقلات واستاجات. دونك اذا هو يعني ثاني مره سي سامي المصلي يعني يقوم بنفس التصريح مستي من الزفاره نتاع الحكم كيف سيد احمد الغربي الاسبوع الفارد بكل اتزان قال يعني المره هذه يعني كيف فريق سبورتينغ المكنين ما تغشش على زفاره نعيم حسني. رأيي شخصي ضربة الجزاء فيها برشا كلام صراحة نحكي على ضربة جزاء الأولى ما نحكيش على الكرة اللي حكي عليها أنيس مطر باشا. دونك فيها برشا كلام ضربة الجزاء هذه. فيما يخص الانسحاب نتاع فريق سبورتينغ المكنين كما قال مختار كما قال أنيس حسابيا كل شيء مازال يتلعب بالنسبة للفريق هذايا حظوظه ما زالت وافرة. لفريق جمعية جربة، جمعية جربة أنا سمير فريق اللغز في رابطة فيني اللي عملناه اللي ظهر يلعب البلاي أوف. صحيح. لعبتوا البلاي أوف، السنة تتخبطوا في مشاكل مالية كبيرة، ملاعبية ماهيش قاعدة تخلص، الهيئة المديرة تقوم بمساعي لكن الفلوس ماهيش جاية، صارت يعني فوزي كريدي أنا بعد على الفريق، ثم يعني أكيد ثم إرادة وفما يعني عزيمة بين الملاعبية باش يعاود يتلم الفريق، خاطر فما دي كادر كيفك أنت كيما حافظ عبد المبي كيما سويلمي كيما يحيى، دونك برشا ملاعبية رجعتوا وعملتوا المطلوب ومهمة بنجاح من غير ما ننسى الميريت الكوتش فتحي الحاج إسماعيل اللي يلبي نداء الواجب وكالعادة محب لجهة وجزيرة جربة مؤكد. اللي رجع ويعني كما نقولوا احنا ب مساهمة جماعية كانت ناجحة الفريق ضمن مكان الموسم القادم في رابطة ثانية. تلقى نفسه في طورو طريق سريع بسرعة معناتها في ال 160 اجتاز حتى الخط الأحمر بتاع السرعة في 3 لقاءات تلقى نفسه في بقاء فرصة جديدة بعد ما نزل جاته فرصة وأنه بقى في بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نرجع لك مرة أخرى أنيس بعد ما شاهدوا لقاء ستير جرزونة النجم الراسي هذا الفريق النجم الراسي من رابطة الثالثة اللي يلعب الكل في الكل بصراحة عنده لاعبين ممتازين باش نحكيهم بعد على الارقام. عبد الرحمن اللي سجل اهداف البارح هداف الرابطه الثالثه او حتى على مهدي العياري هذا الفكاك اللاعب بيفو واسماء اخرى موجودين في النجم الراسي. في المقابل سير جرزونا يعاني مشاكل ماديه ويعاني ايضا سوء الحظ حتى بيلانتي ضيعها في المباراه هذه 2-1 للنجم الراسي. المباراه كانت في ود الليل امام سير جرزونا. خالد بن يعقوب احمد خضري ونضال بن حميد تفضلوا. احتضن عشية الأمس الملعب البلدي بواد الليل مباراة ستير جرزونة وضيفه النجم الراسي. الحكم نصر الله الجوادي لإدارة اللقاء واللي بدايته كانت سريعة من جانب فريق ستير وحمزة حسني ما يحسنش استغلال تمريرة وليد سردوك. الرد كان سريع وعبد الرحمن الحنشي يتوغل ويراوغ والدفاع يحول الكرة للركنية بعدها ركنية للنجم الراسي ورأسية المناعي على العارضة. البرقاوي من جانب فريق ستير يصوب والحارس يتصدى. بعدها هجمة جميلة للنجم الراسي العبدلي من اليمين يتسرب وكرة المناعي يبعدها الدفاع. ضغط النجم الراسي يتواصل والحارس الجلاسي بصعوبة يتصدى لهالكرة الثابتة. رمزي العبدلي يحاول من جديد ومرة أخرى حارس ستير يتألق ويبعد الخطر. المحاولات كانت متنوعة والحل جاء في دقيقة 45 على أثر هالكرة الثابتة من اللاعب العبدلي اللي بطريقة جميلة غالت الحارس الجلاسي. بداية الفترة الثانية كانت لفريق ستير وحمزة حسني يحاول في مرة أولى وكورته فوق العارضة. الحارس ربيع قاسم يتدخل في مناسبتين وفي المرة الثالثة علي حمدي بكل قوة يسدد وكورته في الزاوية 90 ويكون هدف التعادل. النجم الراسي يلعب الهجوم من جديد قربوج من اليسار يتوغل ويمرر الكرة للحنشي والأخير يسجل الهدف الثاني. دقيقة بعد هجمة جديدة للنجم الراسي
الدمرجي من اليمين يوزع والحارس الجلاسي في مناسبتين يتألق. محاولة التعديل توفرت لفريق ستير والتصويبة علي حمدي فوق العارض. الزغط يتواصل وفي هالمرة الحكم الجوادي يعلن على ضرب جزاء بعد لمسة ترابلسي للكرة باليد. ضرب جزاء ما نجحش في تنفيذها حمزة حسن. اللعب أصبح مفتوح من الجهتين وعبد الرحمن الحنشي بفضل سرعته أخلق الأخطر وأجبر دفاع منافسه على ارتكاب عديد الأخطاء. لكن إهدار الفرص يبقى المشكل الوحيد للنجم الرادسي اللي عارفوا ملاعبيته كيفاش يحافظوا على نتيجة ويكسبوا نتيجة اللقاء. احنا اليوم الاولاد ما قصروش، وقفوا وقفه باهيه. وقت اللي لزمنا نهاجموا حاجتنا بالاهداف سجلنا، وقت اللي لزمنا ندافعوا باش نستحفظوا على المباراه دفعنا، يعطيهم الصحه. تحقق 3 نقاط كنا نجريوا عليهم برشا في الجولتين الاولانيين. اليوم ديما مصيرنا بين ايدينا، ان شاء الله نكملوا نواصلوا ونحققوا الاوبجكتيف نتاعنا بحول الله. لا توفيق من عند ربي، تعبنا ياسر، لاعبين 30 ماتش هما عندهم راحه، احنا ما ارتحناش ديرك، دخلنا في الماتشوات الحمد لله فما ريتم وفما الكرة قاعدة تجاوب والحمد لله يا رب، ربح جاء في وقته. نخدموا على رواحنا في الانترينمون وقت تشوف العرض استحقين الربح هذايا. عاش لقي ما نقول معناها بون. خلينا نبدا من الأول، احنا التورنوا هذايا حضرنا لها كوم يلفو. عملنا ستاج كان ناجح برشا، أسبوع في سوسة. عملنا 4 مقابلات ودية معناها تعداو، معناها كي تفرجنا في اللي ماتش ميكو قلنا ما فريمون ولات عندنا اكيب اللي باش نعملوا عليها، معناها باش نربحوا الناس الكل. حتى لي ريزولتا نتاعنا معناها عملنا 3-3 في قربة، ربحنا بن عروس 2-0، ربحنا في منزل بوزلفة 3-2. الاتاك نتاعنا قاعد يماركي مليح، قاعدين نخدموا بون. لتروا ماتش هذم تلعبوا على تفاصيل. هذا سي حسين من نفسي رئيس ستير جرزون يعاني مشاكل مادية، تحدثنا معاه البارح في الكوليس يعني في ودليل، وتحدث عن مشاكل مادية بالجملة. قال حتى المداخيل اللي من ستير ولا من ستير وإلا من العائدات الأخرى نقصت مقارنة بالسنوات الفارطة، سوء الحظ رغم أنه نتائج إيجابية قام بها في المباريات الودية. يعني أنه الفريق حاب يستغل على احسن ما يكون فرصه نتاع الميني شامبيونه هذه بطوله تدارك، ولكن مازال فرصه عنده بطبيعه الحال، لكن حدود اللحظه هذه مش ماشيه معه بلغه الشارع الرياضي الكره بالنسبه لسير جرزونا. هكا ولا مختار صحيح. كنا تفرجنا اسكندر في المباراه البارح، مباراه كانت ممتازه من الطرفين، شفنا يعني فريق يعني رادس كانت تمكن الاسبقيه يعني في الشوط الاول، كانت عنده فرص واضحه. كيف زاد فريق سير جرزونا عجبني، يمكن حارس اشرف الجلاسي كيف علي حمدي. من فريق رادس بكل صراحة عبد الرحمن الحنشي هذا يلعب ممتاز وممتاز جدا، كيف مادي العياري اللي تقريبا هو وراء كل افتكاك الكرة في رادس. نعرفوا رادس لعبت مع باجا يعني في تيران جازون، اكيد باش يخلي يعني دي سوكيل هكا فيزيك. شفنا يعني لهنا المدرب يعني شاكر مفتاح يعني غير المهاجم وهبط مروان سعيداني باش يضمن اكثر من طرح، لكن ممكن لهنا ممكن فريق رادس وخر برشا باش خلى سيد زرزونة تضغط ويسجل هدف التعادل، وكيف تجيه يعني من بعد ضربة جزاء. بون عادي باش تضيع ضربة جزاء في مباراة كيف هكا، نعرفوا حمزة الحسيني ضغط نفساني كبير، لكن نحب نقول انه فريق سير جرزونة امكن المشاكل المادية والمشاكل الإدارية اللي عنده اللي خليت يعني الكونسنتراسيون نتاع الملعبية اللي خليته هو ما يكونش يعني ما يستغلش الظرف هذايا، اللي جاته فرصة تاريخية يعني باش يبقى في الرابطة الثانية، ولو انه مازال يعني الحظ موجود مازال فرصة ينتصر في 2 مباريات يبقى في الرابطة الثانية. حسابيا مازالت الإمكانية واردة. نذكر أن عماد الكيلاني يقول لي وذكرني انه عبد الرحمن الحنشي اللي كان سجل أهداف نجم الراسي كان هداف الرابطه الثالثه، هو من مواليد 19 باي 96، وقت البارح عيد ميلاده بالمناسبه. نقول له كل عام وانت بخير يا عبد الرحمن. دونك سجل 15 هدف في بطوله الدرجه الثالثه والرابطه الثالثه لهذا الموسم. كلمتين على نجم الراسي قبل ما نمشي لهادي يانيس. نجم الراسي معناها شفته في الميني شامبيونات ذا فريق ممتاز جدا، معناها حتى يكون نجم يكون احسن من الفرق الموجوده في الرابطه الثانيه. عنده عناصر معناها اصحاب خبره كما هيكل دريدي، سامي ليتيم، يعني نزار قربوش، بسام المناعي،
فاخر المنصوري سبق له معناه لعبوا حتى في الرابطة المحترفة الأولى، وعنده عناصر شابة معناه شفناهم كما عبد الرحمن الحنشي، مهدي العياري، واحد نمره رقم 8 ما نذكرش اسمه يلعب البلاري تيم هو يسجل ديجا سجل المخالفة في عبدلي رمزي سجل مخالفة مقابلة البارح، معناه فريق ممتاز جدا يستحفظوا على الملاعبيه هذيك وعندها معناها شانس كبيره باش تطلع للرابطه الثانيه. نعم. وخدمه المدرب نتاعهم زاد ما نساوس سي شاكر مفتاح معناها اللي كل ما يتعدى على جمعيه معناها يخلي البصمه نتاعو. مع المشاكل هذه كل بالنسبه لسير جرزونه كان ضيع ضربه جزاء، يعني حتى الحظ ما حالفوش اول ضربه جزاء في 22 مباراه، اول ضربه جزاء منذ بدايه الموسم الحالي موسم 2017-2018 للرابطة المحترفة الثانية 30 ثانية هذه. مش نزيد معلومة فقط على قلنا المشاكل المادية، وأنه فريق سير جرزونة هدد بالانسحاب وسط هذا الأسبوع وكان مش يلعب المباراة هذه. سبب الانسحاب لا سيما التحكيم لا حتى شيء، وإنما الظروف المادية صعبة اللي لمت بالفريق، وللأسف الفريق هذه اللي عانى في مرحلة الذهاب لعب غير جمهور ولعب مش الملعب نتاعو ويلقى روحه ويتخبط في مشاكل مادية اللي ما ينجمش دينار في موسم كامل، اللي هو ممكن حتى كما قال رئيس سير جرزونة حسام نفسي قال حتى ممكن سبورت رافاي ما يرضاش بها مع الميزانيه هذه، دونك مشاكل ماديه يعني منها سير جرزونه. اولمبي البيجي جمعيه ريانا في المنزه كانوا لعبوا البارح مباراه بارده شويه خاطر ما سجلش فيها اهداف، تعادل دون اهداف. سلام بن صالح، رياض هوام، وعبد اللطيف معتوك، تفضلوا. مباراة الأولمبي البيجي وجمعية ريانا الغاية فيها مشتركة، ثلاث نقاط بعد زوج تعادلات لكلا الفريقين في زوج جولات الفارطة من مرحلة التدارك. مع بداية الشوط الأول شفنا ضغط نسبي للبيجية، وأول محاولة كانت من أقدام رشيد العرفيوي وتصويبته فوق المرمى. الأولمبي وصل الضغط على دفاع جمعية ريانا، توزيعة من أسامة الحسيني والمدافع معتز بوعلي أسبق من فراس عايفية ويخرج الكرة للركنية. فراس عايفية اللي كان في كل مرة مصدر الخطر للأولمبي، المرة هذه ما عرفش يتعامل مع الكرة رغم أنه تقريبا كان وجه لوجه مع الحارس حسين فزعي، لكن الكرة كانت بجانب المرمى. وفي الدقيقة 24 فادي الهميزي خير الحل الفردي ويسدد كرة من بعيد لكنها فوق المرمى. ضغط الأولمبي يتواصل ويتواصل معه مسلسل إذاعة الفرص، وهيثم بن سالم رغم مكانه المناسب يسدد بجانب المرمى. في المقابل أول محاولة لجمعية أريانا كانت بعد توغل راس مريحي لمنطقة 18، لكنه يتسرع ويسدد كرة قوية بعيدة على المرمى. فرصة أخرى للأولمبي تضيع بكيفية غريبة بعد توزيع من فراس عايفية، والحارس ما عرفش يتعامل مع الكرة، ترجع قدام رشيد عرفيوي اللي يسدد والحارس يتألق في التصدي لها والكرة تخرج للركنية. وفي ظل العقم الهجومي اللي يعيشه الأولمبي البيجي كانت المحاولة من المدافع أسامة الحسيني وينتخل منطقة 18 وسدد كرة تصدي للحارس حسين فزعي وخرجها للركنية. وفي الوقت اللي ما لقاش فيه البيجي الحل أصبحوا يعتمدوا على التصويب من بعيد بعد غياب التجسيم من خط الهجوم. أبرز فرصة لجمعية ريانا في الشوط الأول كانت في دقيقة 44 بعد تصويبة من راسم الريحي ويوسف الترابلسي يتصدى. وفي الوقت الإضافي مرة أخرى خط هجوم الأولمبي ضيع فرصة الهدف الأول، رشيد العرفاوي يعطي كرة في طبق الهيثم بن سالم والأخير ما عرفش يحافظ على الكرة. شوط أول ينتهي على التعادل السلبي مع ضغط من الأولمبي البيجي وهدر فرص بالجملة. في المقابل جمعية أريانا رغم غياب المحاولات فإن الدفاع كان واقف كما يلزم. بعد العودة من حجورات الملابس شفنا سيناريو عكس الشوط الأول، وننزل فريق جمعية أريانا للهجوم، وفي الدقيقة الثانية كانت فيها فرصة تسجيل هدف الأول للجمعية واللي ضاعت بكيفية غريبة. في حين أول محاولة للأولمبي كانت من أقدام علي الدين بوعليك بعد توزيعها في شكل تصويبة والحارس يتصدى على مرتي. ربع ساعة لعب من زمن الشوط الثاني والأولمبي البيجي أصبح أكثر إصرار على التهديف، الشيء اللي خليه يدخل في التسرع في أكثر من مرة. تصويبة من المهاجم شادي عمري ضعيفة في يد حارس الجمعية، نفس اللاعب يضيع فرصة أخرى بعد رأسية بجانب المرمى. أخطر فرصة لجمعية ريانا في هالشوط كانت من لاعب حافظ غربي اللي يلقى روحه وجه لوجه مع الحارس يوسف الترابلسي والأخير يتدخل ويمنع فريقه من قبول هدف محقق. دقائق بعد كانت فيها جمعية ريانا أخطر من الأولمبي البيجي اللي خلى مساحات في الدفاع واللي كان باش يستغلها لاعبي الجمعية في أكثر من مرة. الدقائق الأخرى من المباراة حاول فيها الأولمبي البيجي الوصول لمرمى جمعية ريانا على الدين بوعليك وبعد سلسلة من المراوغات يصوب والكرة بجانب المرمى. مخالفة للأولمبي صفوان بن سالم في التنفيذ لكنها سهلة في يد الحارس. دقائق قليلة بعد ما جابتش جديد وتنتهي المباراة على نتيجة الشوط الأول وثالث تعادل لزوز فرق يلقاو رويحهم في المركز الثالث ثلاث نقاط مع علامة محيرة لخط هجوم الأولمبي البيجي. في تروا ماتش معناتها لعبنا اللي زادكم الكل اللي عندنا معناتها براتيكمون لعبوا الكل.
ما لقيناش الحل، ما فهمتش انا، ما معناتها من ستاف اسكو ولا من الملاعبيه، انا اللي راه اكثر معناتها في الدو ماتش تو من لي جوار معناتها اللي يلعبوا الخدام ان شاء الله، معناتها مش لوم معناتها عليهم، لكن قل التركيز ان شاء الله معناتها في الماتشات الجايه ركزوا، والفرص هذه معناتها اللي يخلقوا فيها نخلقوا في 10 فرص ان شاء الله على الاقل نماركيو منهم الماتشات الجايه ان شاء الله. كانت باجه خير منا في الشوط الاول معناها، ومعناها استرنا ربي انه في كل وقت كنا نجموا نقبلوا بونتو، الحمد لله تعدت 45 دقيقة ما غير أهداف. الشوط الثاني عدلنا برشا حاجات في ما بين الشوطين، ديما نقولوا في الميني شامبيونا هذه ديما النقطة عندها قيمتها وديما الكونتور يدور، أهم شيء هذا. عماد كليني كالعادة يتابع فينا ويصلحني معلومة، يقول لي عبد الرحمن الحنشي هو ثالث هدف الرابطة الثالثة، ولكن قلت أنا باعتبار أن قلت هدف البطولة هو هدف فريق، هدف فريق ب 15 هدف، يعطيك صحة عماد. دونك اللي قالوا أولمبي البيج جمعية ريانا، لا هذا استغل أنه يستضيف بالنسبة للأولمبي البيجي، ولا الآخر جمعية ريانا اللي هو زوز متر ونص بعيد على المنزة استغل أيضا قرب الميدان، هكا ولا مختار؟ صحيح، ممكن التعادل يخدم ريانا أكثر. مباراة يعني كان شوط بشوط، يعني مباراة شوط الأول كانت عند بيجا وضيع يعني برشا فرص، وذكرني يعني مباراة بيجا بنفس مباراة راس يلعبها في زويت، يعني ديما ضيع الشوط الأول يعني عدة فرص. الشوط يعني وصار له نفس الإشكال مع حافظ الغربي، كان لازم يشزل ويخرج منتصر كما ضيع نزار قربوج المباراة اللي فاتت. على كل حال تعادل خاطر المباراة كان شوط بشوط، وتعادل يكون أقرب. أنا معك في دقيقة نسبة باش لعبت مع بزوز الفرق، لعبت مع جربة ولعبت مع بيجا، مع أريانا ومع بيج. صحيح لعبت مع أولمبي البيج ومع جمعية أريانا، قضيت فيهم أنا من أكثر الجمعيات اللي قضيت فيهم المواسم كروية معنا. إن شاء الله معنا حظ أوفر للزوز فرق ذوما باش معنا يقعدوا في الرابطة الثانية، خاطر زوز فرق عندهم تقاليد كبيرة وعندهم معنا اسمهم في كرة القدم التونسية. ان شاء الله معنا ربي معاهم وان شاء الله يقعدوا في الرابطة الثانية. فوالا دونك هذا هو الجورني الجاية توما تستقبلوا بيجا، والجورني اللي بعدها تتحولوا إلى أريانا. نحكي تحاولوا ريانا كضيوف. صحيح، ومستضاف معناها نلعبوا زوز مقابلات الجايين مع الاولمبي الباجي ومع جمعيه ريانا، معناها تو العباد باش يقولوا جمعيه جربه معناها ضمنت البقاء نتاعها، معناها كيفاش باش تتعامل مع زوز معناها المباريات اللي مازالوا. باش نلعبوا كره الكره. باش نلعبوا كره الكره نحن، وباش نخليوها معناها للاخر. هذا هو جمعيه او سبورتينغ ممكنين جمعيه جربه 1-0 جمعيه جربه، 0-0 بين اولمبي البيجي جمعيه ريانا. سير جرزونه كان هزم امام النجم الراسي 2-1، ذكروا جمعيه جربه اولمبي البيجي، النجم الراسي جمعيه ريانا، سبورتينغ ممكنين وسير جرزونه. هذه نهار 27 مايو، نهار الاحد الجاي. ترتيب كما قلت جمعيه جربه يضمن البقاء 9 نقاط، يلي النجم الراسي 4 نقاط، جمعية ريانا أولمبي البيجي 3 نقاط، سبورتينغ ممكنين 2 نقاط، سير جرزونة نقطة وحيدة. نتقابلوا إن شاء الله نهار الاثنين الجاي في برنامج الرابطة الثانية تقريبا 10:30 أو 11 نتاع الليل. نسمة طربيش نورتنا اليوم في بلاتو الرابطة الثانية، يعطيك الصحة الحضور معنا. يعطيك الصحة. شكرا لك كابتن مختار ترابزي، كيف مشكور جدا حضورك معنا، يعطيك الصحة، نورتنا في بلاتو اليوم. هادش بنياني كالعادة منورنا في بلاتو الرابطة الثانية. نتبقى لي كنقول لكم بقية متابعة طيبة على بقية برامج الوطنيتين الأولى والثانية. صباح الخير.